مقارنه الموسم، يعني اكتر مقارنه مطلوبه في 2019. حتى الموبايلين اللي فيها الريدمي 5 برو والنوت 8 برو اكتر موبايلين اتطلبوا، خلصنا منهم عملوا لنا مقارنه، سعرهم قريب، مواصفاتهم قريبه، فنخش كده بالمقارنه اللي هتجيب لك بقى من الاخر. وطالما مقارنه من الاخر يبقى بلاش بقى لف ودوران، ونتكلم في الحاجات اللي هتاثر معاك فعلا في الاستخدام. عد معايا. اول حاجه البطاريه، هنقسمها ليه؟ ساعه، سرعه شحن، واستهلاك. تاني حاجه التصميم، هنقسمه لشكل وخامات وقوه تحمل. تالت حاجة الشاشة، تنقسم لنوع وجودة وحجم. الكاميرا مش هتنقسم، الكاميرا انت اللي هتحكم باللي عينك شايفاه واللي عينك مرتاحة له. الأداء مش هناخد بالأرقام، هناخد بالسلاسة والأداء الفعلي. والسخونية اللي فيه واحد كده ايه، عايزين نشوف حوار السخونية اللي فيه. ومن ناحية الصوتيات، السبيكر، سماعة المكالمات والشبكة. الأساسيات اللي اتكلمنا عليها دي والتقسيمة دي جزء منها هنحكم عليه بالارقام، وجزء تاني هنحكم عليه بالاداء الفعلي. ومش دايما بتاخد بالارقام. مثال البطاريه مثلا، هنا 4500، هنا 4000، فعلى الورق الشاومي يكسب، بس في الحقيقه مهم ما نرغيش كتير ونخش. اول حاجه اللي عينك بتقع عليها هي التصميم، قلنا شكل وجوده وخامات. كشكل عندك اهو، يعني للاسف الشاومي باللون ده مش عاجبني يعني، بس عندك الابيض والاخضر الاثنين احلى من بعض. بس اللي يكسب في رايي في الشكل الريلمي 5 برو، حتى كده شكله كده على الكاميرا تحفه. النوت 8 ها ساده شويه، الاثنين بيبصموا اجمل من بعض، الاثنين معاهم كفر يحميهم، بس الكفر بتاع ال5 برو اقوى بكتير. تاني جزئيه في التصميم هي الجوده، بلاستيك ازاز بتحس بيها فالشاومي يكسب في الحته دي. تالت حاجه قوه التحمل، ودي طبعا يعني مبنيه على اللي قبلها، يعني كان يعني ممكن نخليهم حاجة واحدة وننجز. طبعا عارفين ان اللي يستحمل اكتر هو ال5 برو، الازاز هيقع يتكسر. فالناس اللي ممكن تبقى مهملة شوية في موبايلاتها، ما بتحافظش شوية على موبايلاتها، ما بتحبش تركب كفر، فخليك مع ال5 برو، ده هيحتاج له عناية شوية، تاخد بالك. اللي بعده الشاشة، اول حاجة الحجم، الشاومي اكبر اعرض، مخليها مسكه الجهاز بايد واحده نوعا ما صعبه، بس انا عن نفسي بحب الشاشات الكبيره. لو نتكلم عن الجوده، الاثنين واحد فول اتش دي، والنوع الاثنين اي بي اس ال سي دي عاديين، بس الاثنين مختلفين شويه من ناحيه اول حاجه السطوع واحد، يعني لو السطوع واحد، اما الفكره في الالوان، ودي تقدر تغيرها انت جوه من السيتنج. يعني بحس ان ريلمي شويه مدي على اصفر، حتى قلت في الفيديو بتاع ريلمي 5 برو انه في صفار شويه، فانت ممكن تزرقها شويه، والشاومي مدي الابيض بتاعه كده مدي على مش عارف اخضر مزرق حاجه كده، بس برضه نفس النظام تقدر تلعب فيها اللي يريح عينك. فقلت الشاشه مش هتاخد مني وقت كتير وخلاص الاثنين واحد، لحد ما شغلت فيديو بقى، شغلت الفيديو هنا وهنا وحطيتهم جنب بعض، ولاحظت مشكله كده كنت بشوفها دايما في موبايلات اونر وواوي، وهي الاوفر شاربنينج او الحده الزياده اللي بتلاقيها في الفيديو. في بروسسنج كده بيحصل على الصوره بيخلي تفاصيل الوش حد زياده عن اللزوم، في مش عارف هي ممكن ما تبقاش واخد بالك قوي منها على الكاميرا، بس في الحقيقه ملحوظه، خصوصا لما نحط الاثنين جنب بعض. الصوره بتاعه ال5 برو احلى بكتير، انعم واحلى بكتير وما فيهاش افوره. الصوره اللي انت بتشوفها طالعه من الكاميرا عاديه، اما هنا في معالجه بتحصل على الصوره انا مش حاببها خالص، والموضوع مزعج لدرجه ان انا مش عارف اتفرج على الفيديوهات حتى بتاعتي كده، بحس ان وشي فيه حاجه غلط، فنفسي الموضوع يتحل باي ابديت لان فعلا سيئه. فالشاشه عشان نختصر، جوده ونقاء ال5 برو، حجم يبقى النوت 8 برو. اللي بعده بطاريه 4500، تايب سي، تايب سي شاحن 20 واط، شاحن 18 واط، بيجوا في العلبه. هتقول بقى ايه بطاريه اكبر فوقت اطول؟ لا، هنا بقى المعالج بيختلف. حاجة تانية، الكولر او اس هنا بيحافظ على الطاقة، يعني على حسب تجربتي اكتر من الميو اي، مع الاوضاع اللي تقدر تظبطها جوه هيديك وقت مقارن. وعشان اثبت لك الكلام ده، بعد الاداء هتشوف اختبار البطارية. في سرعة الشحن الاتنين قريبين، بس النوت 8 برو ابطأ سيكة، علشان اول حاجة الشحن ابطأ حاجة بسيطة، وعشان البطارية برضو اكبر. الاداء عندك سناب دراجون 712 هيليو جي 90 تي، بس على الورق المفروض ان الجي 9 تي اقوى من السناب دراجون 712، بس في هنا عامل بيفرق قوي في موضوع الاداء ده، وهي واجهه المستخدم المحطوطه على الجهاز. الكلر او اس مؤخرا كده بقت حاسسها اسلس شويه، بقت انعم من المي اي، مش عارف ازاي، بس المي اي مليانه انيميشن، الانيميشن دي نوعا ما بتحسسك ان الجهاز سريع. فنعمل اختبار سرعه كده،
لعبة الموسم كول اوف ديوتي نجربها على النوت 8 برو. وهنا برضو ناخد بالنا من موضوع البطارية. هنا البطارية هبدأ التست وهي 90%، هلعب لمدة نص ساعة وبنلعب على جرافيكس فيري هاي والفريم ريت فيري هاي. نصيحة كده، أنا عامة بحب ألعب على جرافيكس تبقى لو، علشان هنا بيظهر لي بقى الفريم ريت اللي هي الماكس. ماكس دي بقى بتخلي اللعبة كده سموز بطريقة أكتر بكتير من، بص يعني شوف الفرق هنا بقى لما أجي أعملها كده. بص لما أجي أعمل بقى جرافيكس فيري هاي مش هلاقي الفريم ريت اللي هي الماكس، هتبقى فيري هاي حلوة، هتبقى بتشوف أحسن، بس بص مش نفس نعومة، حس إن في تقطيع كده هو. فعامة أنا هلعبها كده علشان بس يعني نختبر أقصى أداء للجهاز، وبرضه نركز على موضوع السخونية. طيب وبعد نص ساعة، أكيد مش هفضل مصور الجيم بلاي نص ساعة يعني، بس خلينا عندكم ثقة يعني يا جدعان، البطارية بقت 80%، كانت 90 بقت هي 79 كمان في المية. نبدأ بقى نفس التست على الريلمي 5 برو، بطارية 90%. فنبدأ نص ساعة على الريلمي 5 برو، البطارية كانت 90 بقت 78، قريب قوي من الشاومي، خصوصا ان البطارية دي المفروض اقل. حاجة تانية هنعمل عشان موضوع البطارية ده، هنفضل مشغلين فيديو على اليوتيوب لمدة يعني اديها ساعة مثلا، اديها ساعة يا سيدي. بعد ساعة بالظبط على اليوتيوب الموبايل النوت 8 بقى 66%، الريلمي 5 برو بقى برضو 66%، مع العلم ان بطارية الشاومي المفروض اكبر. صراحة النوت بيسخن بعد فترة، بتحس بسخونية من فوق هنا كده، بس مش لدرجة اللي هو مش قادر وحط ايدي وبتلسع وبيضة والكلام ده، لا مفيش كده، تبقى صراحة بتدلع لو قلت الكلام ده. هو السخونية دي ممكن تزيد كمان في الصيف، احنا خصوصا احنا داخلين على الشتاء في الجو الجميل اللي احنا فيه ده، فممكن مع الصيف الموضوع ده يزيد. بس اللي خلاني ما احسش خالص بالموضوع هو الكفر اللي جاي مع الموبايل. انا لما ركبت الكفر، انا كان قصدي وانا بلعب اشيل الكفر عشان اجرب موضوع السخونية ده، بس لما حطيت الكفر وكملت لعب ما حسيتش خالص بالسخونية دي. الصوت في الموبايلين طبعا مش ستيريو، بس كعلو ال5 برو، كنقاء النوت 8 برو. ال5 برو العلو مش حلو قوي، ان الموبايل يبقى حد زيادة عن اللزوم كده، ف تقللها شوية، مفيش نقاء قوي خصوصا لما تبقى على اعلى صوت، فبضطر اقللها شوية. الكلام ده برضه هو سماعات المكالمات. وبالنسبة للشبكات في المكان اللي انا جربته فيه، وعلى الشبكات اللي انا جربتها فيه اللي هي اتصالات، ما قابلش اي مشكلة. بتختلف من واحد للتاني على حسب انت ساكن فين، على حسب الشبكة اللي انت فيها، في عوامل كتير. فلو حد قال لك الشبكة مثلا وحشة او بتسقط على الموبايل ده، ممكن تبقى يا اما عيب من المكان اللي ساكن فيه، عيب من الشبكه بتاعته، بس لو كتير بقى اجمعوا على الحوار ده يبقى فعلا في مشكله. اما انا لحد دلوقتي ما قابلنيش مشكله على اتصالات في المكان اللي انا ساكن فيه. الكاميرات بقى، الاربع كاميرات مش هنتكلم عليهم كتير، هنخش نشوف الدنيا عامله ايه. ملناش دعوه بالارقام، بص على الصوره هنا في وضع الدنيا ضلمه جدا، ده بقى وضع النايت سكيب. الاثنين ما بنصحش انك تجرب وضع النايت في الاشخاص خالص، بيبوظ الوش، اما تستخدمه عادي على المباني او اي حاجه انت بتصورها. سيناريو برضو زي ده، صوره الريلمي اوقع والالوان احسن، دي كانت اضاءه ضلمه جدا، يدوب اللمبه الزرقاء اللي على الشمال، فالشاومي الصراحه عرف طلعها احسن. الريلمي معظم صوره بالليل بتبقى ناعمه قوي. الاثنين واحد يعتبر في الصوره دي. في السيلفي بقى الشاومي اوسع بشكل ملحوظ، بس الريلمي مطلع صورة احسن بالليل، حتى في اضاءة العربية برضو عجباني صورة الريلمي احسن، تفاصيل وش اكتر، سكين تونز اوقع بكتير، برضو اضاءة زيرو خالص، وضع النايت الاتنين ممتازين. هنا الشاومي عارف يلقط الصورة اسرع، الراجل كان بيتحرك بسرعة وفي تفاصيل اكتر في الصورة في الشاومي. الالترا وايد يعتبر الاتنين واحد، بس الشاومي حاسسها اوسع سيك. الصبح هنا بقى ونركز على الديناميك رينج، علشان في موبايل متفوق على التاني من ناحية الديناميك رينج. مثال تاني الصورة دي، ما بحبش الماكرو زي ما قلت، بس الشاومي حلاوته انك تقدر تقرب اكتر من الاوبجكت، اما الريلمي اخرك 4 سنتي بقى بينك وما بين الحاجه 4 سنتي. دي كانت الصبح والدنيا بتمطر وكان في غيوم كتير قوي في الجو. هنا ركز على الهايلايتس في الشاومي ضربه شويه، اما الريلمي عارف يظبطها. ده مثال تاني برضو، بص على الشجر كده من تحت والظل بتاعه، الريلمي بيعرف يوازن ويظهر لك الحاجات دي ويعلي لك الشادو. الالوان برضو بتفرق، مع ان في الشاومي مفعل وضع الاي اي، يعني المفروض تبقى الالوان زاهية عن كده شوية، بس في الريلمي أزهى يعني. ممكن ناس تحب كده ممكن ناس ما تحبهاش، بس صورتين ممتازين الصراحة. العزل هنا بقى الصراحة تفوق شاسع للريلمي في الصورة دي. مثال تاني برضو على الديناميك رينج والألوان، برضو الألوان يعني حاسس ان الريلمي فاقع شوية، بس زي ما قلت برضو دي تفضيلات. والألترا وايد الاتنين نسخة يعني. دي بقى هنا وضع ال 64 ميجا بكسل بتاعه الشاومي، وهنا وضع ال 48 ميجا بكسل، اللي ما بعترفش لا بده ولا بده، بس الاثنين لو عملت زوم يعتبر الاثنين قريبين جدا من بعض يعني.
في الفيديو بقى الثبات احسن في الشاومي، بس الفيديو اللي طالع من الريلمي فيديو واقعي كده، التيشيرت مش ضارب، السما مظبوطه، الالوان واقعيه، مفيش كونتراست عالي كده زي الشاومي. بس اللي عجبني في الشاومي هو موضوع الثبات، فعلا ده فول اتش دي 60 فريم، الثبات ممتاز في الشاومي. اما بقى لو هنتكلم عن الصوت فالريلمي احسن في تسجيل الصوت في الفيديو. في بقى زيادات كده واكستراز كده قلت مش هنتكلم عليها، خلينا في الاساسيات. طبعا احنا خلاص خلصنا الاساسيات، طبعا انت ممكن تكون لحد دلوقتي في دماغك عرفت انت عايز ايه او ايه اللي عاجبك. فالتحابيش ديت مثلا في الشاومي في لمبه اشعارات انت بتشحن، انت لو جالك نوتيفيكيشن الكلام ده، في انفراريد تقفل تكييف تلفزيون جو ده، وكمان شاومي بتديك ضمان 6 شهور على الشاشه لو اتكسرت منك. كان ناقص يكملوا الجميل بتاعهم ده ويحطوا سكرين بروتكتور على الشاشه علشان يقلل من احتماليه كسرها في اول 6 شهور، وده اللي عملته ريلمي صراحه، سكرينه محترمه جدا. وكمان الموبايل حاجه اسمها سبلاش ريزيستنت او مقاوم لرذاذ الميه والكلام ده. النوت 8 مش يعني اظن هو نفس النظام، بس مش معترفين بيه او مش قايلين تصريح رسمي الكلام ده، اما ريلمي ايوه. اخر حاجه بقى في المقارنه وهي السعر، في نسخه من الموبايل ده ما تشتريهاش وفي نسخه من الموبايل ده ما تشتريهاش. اول حاجه النسخه ال 828 في 4128 دي اللي تجيبها ب 3800، ال 828 ب 4800 فرق 1000 جنيه وهتاخد 4 رام زياده مش هتحتاجهم، فخليك في النسخه اللي ب 3800. وهنا في نسخه 664 في نسخه 6128، ال 664 ب 4000 و 6128 ب 4200، فانت هتزود 200 جنيه هتضاعف المساحه، فما تشتريش ال 64 وخليك في النسخه اللي ب 4200 وهنا 3800، فرق 400 جنيه نوعا ما، مش مبلغ كبير قوي، ممكن تزود وتجيبه لو انت عاجبك النوت 8 برو. فقول لي في الكومنتات تحت كده في رايك مين كسب، مين في مشكله مش قادر تتحملها، مين واجهت معاه مشاكل من نفس الشركه قبل كده، تحديثات مش عارف ايه، قول لي الكلام ده كله في الكومنتات، ساعد الناس برضو علشان الكومنتات بتفيد نوعا ما. واظن ده كان فيديو حلو كده ومحشي ومتعوب فيه، فاستاهل اظن يعني اقل حاجه يعني لايك سبسكرايب. في برضو مقارنه تانيه جايه اظن برضو انتوا عارفين هي قريبه برضو من المقارنه دي، وبس كده يعني يا رب الشهر ده يخلص على خير. يلا سلام.